اوكي تسلم. تعاونية الكمال ياك؟ يا سلطان بغيت تدخلي دخلي سير بديت يلا ارى ليك التليفون ارى التليفون شوف انا ربقت عليك جواد جواد انا في لايف انا في لايف دابا انا نعيط لك اذا جمعه مباركه جميع متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذه المباشر اتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه. حنا الان تتواجدوا في تعاونيه الكمال كما تشوفوا يعني هاد الساكنه هذه او ثلاثه ديال العائلات تقريبا تبع جمعيه السلطنت يعني تفاجات يعني بالحضور ديال السلطه على راسهم قائد يعني القائد المنطقه وكذلك الاعوان السلطه وقاموا بهدم هاد المنازل تقريبا ديال ثلاثه ديال العائلات هاد المنازل اللي كما تيقولوا هاد الناس هادو انهم من 2015 ولا 2017 هما بانين هاد الطيور يعني ريبوا لهم على حوايجهم بهاد العباره هادي يعني ريبوا لهم على حوايجهم على المسائل ديالهم ديال المنازل ديالهم كما تشوفوا يعني يعني المسائل يعني اللي تيتكلموا انا بلاتي دابا نطلع انا بلاتي خلينا ندوي وانا نعطيك اخويا يعني كما تشوفوا يعني تم الهدم على يعني المنازل الحوايج ديال المنازل ديالهم داخل المنازل ديالهم كما تشوفوا يعني وهاد الناس هادو كما تيقولوا كانوا تيطالبوا السلطات وتيطالبوا القائد يعني بقرار ديال الهدم يعني تيتفاجئوا في الاخير انه رغم كل المطالب يعني طلبوا مطالب قانونيه مشروعه بانه القرار ديال الهدم اللي خرج في حقهم تشوفوا يعني ماكينه الصابون امامنا اللي تم الهدم لها مباشره يعني وهما تيتفاجئوا تيقولوا بانه علاش ما يتمش الاشعار القبلي يعني يجي عون السلطه باش انه يشعرهم قبل ما يتم عمليه الهدم كما تشوفوا من خلال هذه المباشر المتتبعين. نقطه الاستفهام الكبيره تنعرفوا بانه جماعه السلطان بصفه عامه تتعرش تتعيش على واقع انتشار البناء العشوائي واللي خرجت من خلال اللجنه وتم عزل قائد ممارس على مستوى الجماعه ديال السلطان او النفوذ الترابي ديال السلطان. فاليوم تنشوفوا انه هذا القائد هذا اللي جاء هدم هاد المنازل دون اشعار كيف تيقولوا دون اشعار هاد الساكنه هادو دون اشعار هاد الناس هادو اللي تصدموا صدمه وللاسف وتيقولوا بانه يعني كان الانحياز وكان الانتقائيه في الهدم. هذا هو السؤال الكبير يعني كان الناس يلاه بناو كما تيقولوا هما يعني خلاو لهم المنازل ديالهم وجاو هما هدموا لهم هاد المنازل. فمتتبعينا نخليهم هما من خلال المباشر حنا فقط تنقلوا صوت المواطن وصوت الشعب بحكم اننا قناه الشعب تنقلوا يعني المعاناه ديال هاد الناس هادو لربما عسى انه تدخل شي لجنه باش تفتح تحقيق في هاد الامور اللي وقعت هنا بالتعاونيه الكامله تبع جامعه السلطان. خويا تفضل مرحبا بك تفضل يا صديقي يعني بغيناك تحكي لنا من البدايه خلي انا نشد عليك من البدايه يعني كيفاش جاء يعني كيفاش جات السلطه وقامت بالهدم يعني بالتفاصيل. السلام فضل. عليكم تنتفاجئوا بالباح يوم الخميس السلطه تتجي لنا تيطالبونا باش بيريبوا هادشي قلنا لهم لا ما تيطالبوناش بالاخلاء بيريبوا تيجاو قال لك على اساس بيريبوا قال لهم عطيونا تنقولوا السيد القائد ديال جماعه السلطان قلنا له عطينا شي قرار شي قرار مكتوب كتابي باش انك تقدر تريب هادشي هذا. قال لك هذا القرار خرج بان كاع الطيور ديال اللي مبنيين مورا 2019 خصهم يريبوا. عندنا الدار هادي عندنا الدار هادي تبنات تقريبا في 2016 2015 ياك كاينين الطيور اللي تبناو هنايا 3 شهور 4 شهور هادي بزاف بهاد المناطق كلهم كاينين اللي تبناو 3 شهور 4 شهور هادي ومع ذلك ما قاسوهمش يعني كاين فرزيات في هاد الشيء هذا. حنا مع الا كنا دايرين الغلط
مع القانون حنايا يطبق القانون اللي كنا ديال الغلط طبق القانون، ولكن ديجا داك الشيء فهمتي موثق ماشي انت تجي تختارنا بين الناس كاين اللي كتجلي ثقبه في الحيط باش يعاود ثاني يجي يجيب تيجي كان اللي تيجي تيدير لي ثقبه تيجي ليه ثقبه في الحيط باش يجيبها ثاني خنشات السيما ويصلح فهمتي. حنا حنا قلنا ليه عطينا القرار ما بغاش يعني حنا بحال زعما شتينا مالكس فاش قلنا ليه القرار داك الشيء علاش دار هاد الشعاعه ديالك تشوف نعم يشوف يشوف فينا اخي مازال ولا ماشي هذا كاينين بعض الناس عندي صور على الهاتف اللي غادي نرسلهم لك كاينين بعض الناس يدير لهم غير توقف وكاينين الجور هنا تبناو 3 شهور 4 شهور هادي راه باقي ما تقاسوش ما تقاسوش اختاروا لنا بينا حنا اختاروا لنا حنا واحد السيده هنايا صافي شرقوا لينا هاد الشهاده ريبوه كاع نهائيا. سعاده القائد تعامل معنا بالسب والشتم بعدا دفع راجل جدتي مسن شحال في عمره؟ 80 84 سنة وخالتي والوالدة ديالي سخفوا ما عيطش لومبيلونس هو الأول خصو يعيط لومبيلونس لومبيلونس عيطنا لها حنا جات هزاتهم لومبيلونس ديناهم للمستشفى وعبروا لهم الطونسيو ديالهم وداك الشيء راه المهم داك الشيء موثق في المستشفى حتى هو والسعادة يعني ما كانش معاملة ديال المسؤول مع ما كانش معاملة إنسانية دفعونا حيدونا بينا نوقفوا زعما حنا باش نحميو الدثور ديالنا حيت حنا هاد الدثور ديالنا بنين قبل 2019 خصنا حنا قانون واش 2019 وعطيني اخويا الدار هادي جبد لي الدار هادي جبد لي مبنيه مورا 2019 انت جيتي اختارتي لنا وصافي حنا تبنا لك على الطريق وقلت ليه وريني واحد الكروكي وريني واحد الكروكي وتتبان هاد الدار هادي في داك جوجل ايرث تتبان هاد الدار هادي ضرب عليها بستيلو وقلت ليه واش بين نعرف انا دابا هاد الدار هادي واش كاينه ولا ما كايناش واحد السيد معاهم هاز دوك الوثائق قلت ليه واش بين نعرف انت ضارب عليها بالستيلو قلت ليه ما تتبان ليش جيب لي قلت ليه واحده اخرى عاد ريب صافي تما بداو تيدفعونا خرجونا جات واحد خالتي حتى هي دارها هي الاخيره جات هي وراجلها عايش في انجلترا فاش جا وقف الطوموبيل هنايا جا دخل محلنا جا وقف الطوموبيل هنايا هبط قال لهم ما تريبوش ليا داري هما يشدوه طاشاوه هذا اجنبي شدوه طاشاوه وداو لا سميتو قال لي انت غادي نحبسك غادي نحبسك ما امك باقي تدخل المغرب تجديدات من القائد قال غادي نحبسك ما امك غادي تدخل المغرب وقال لنا هاد الارض هادي غادي يعطى لكم سيدنا حنا سيدنا الله ينصره هو اللي عطانا هاد الارض هادي قالنا انا غادي نديها لكم قالنا درت لقيتو الارض ودرت ديروا اللي عجبكم هاد الارض هادي عطاها لنا سيدنا الله ينصره وسيدنا الله ينصره كل مره تيخرج وتوصي الادارات باش يتعاملوا مع المواطن تكون المفاهمه بالمواطن والشعب. واحد النهار سيدنا خرج وقال المسؤول اللي تيخرج في طوموبيلته سيدنا الله ينصره خرج وقال المسؤول اللي تيخرج في طوموبيلته تيوقف في الضو الاحمر قال المسؤول اللي تيخرج وتيوقف في الضو الاحمر وتيبانوا ليه الناس 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 دايزين وما تينبوش ضميره قال هذا ما عندوش ضمير وهذا الشيء اللي كاين انت يعني شنو الطلب ديالكم انتم؟ الطلب ديالنا حنا هو يعطيونا بعدا داك تاع الهدم داك التقرير الهدم انتم من حقكم بغيتوا تعرفوا واش يدفع على خرج القرار ولا ما خرجش الهدم باش حنا نسميتو حنت اصلا ذاك السيد القائد فاش جا جاي بالزي المدني ما عرفناش حنا شكون هو كاع ما تجيش بالزي جاي بالزي المدني ما جايش بالزي الرسمي ما عرفناش حنايا شكون هو حتى قالوا لنا القائد هو هذا المهم القائد ما عرفش الشيخ هو اللي تينفد الشيخ هو اللي تيقول ليه ها فين تريب وها فين تريب وها فين تريب وهذا الشيء اللي كاين وكاينين بعض الناس اللي تيديروا لهم كما قلت لك حتى في الهدم كاينين خروقات في البناء كاينين خروقات وفي الهدم كاينين خروق نعم يعني نعم تيديروا ثقبه وتيزيدوا يخليوها تيخليوها كاين اللي تيطيحوا ليه حوايط وتيزيد تيخليوها انتم هدموا لكم كل شيء على حوايجكم غادي هما الحوايج ديالنا هنايا هما حوايج خالتي راه شافت حوايجها وهي تسخف نعم صافي هي فاش سخفات هنا لومبيلونس ما قدروش يعيطوا لها كاع نهائيا نعم لومبيلونس هذا ماشي عمل انساني نعم حاشا واش يكون قائد هذا ما شاء الله حنا تنحترموا القادة ديالنا وتنقدروهم ولكن حاشا واش يكون هذا تعامل من قائد نعم يعني الرسالة واصلة اخي شوف دوك الالفاظ وداك تتعنى بالسلطة فهمتي زعما نعم سكت ولا غادي نطلق عليك فهمتي سكت ولا غادي نطلق عليك هادو غادي يطاشيو كيدشيو وحنا يا مبغي حنا ماشي ولاد هذاك الشيء ماشي ولاد ماشي مال القانون انا بغيت القانون بنا القانون كل ما هو قانون جيتي بيت هدم اعطيني ورقة باش على راسنا وعينينا جي هدم لينا الشيء هذا إلا كنا واش عمرهم شعرهم ولا ما عمرو شعرهم؟ ما عمرو شعرونا نعم جا بدون إشعار هنا راه كاين كل شيء تيبني غادي تمشي مازال الدور راه كلشي تيبني هنا نعم تفضلي لاله تفضلي تفضلي مرحبا تفضلي شدي هذا اولا الله يجازيكم بخير مرحبا حضرتوا عندنا
خليك شوفي فين عافاك الله يخليك غير شوفي فين انا ما غنضيف حتى شي حاجه على هذا الشيء اللي قال غير انا شو وقع ذاك النهار صرحي لي شو وقع اللي وقع هو انه جاو ريبوا لينا بدون سابق انذار ما قالوش لينا راه يعني ما عمرو جا المقدم ولا الشيخ ولا ما عمرو جا قال لكم راه بيخرج القرار ديال هذا والحاجه اللي حزات في خاطري اكثر هو انه واش حنا مستهدفين علاش حنايا علاش حيت كاينين كي قال السيد الناس اللي داروا لهم ثقبه في الحيط وخلاو لهم ما يصلحوا حنا داروا لينا زلزال هذا زلزال حاشا واش يكون هذا زلزال حوايجنا تحت الردم كلشي تحت الردم علاش علاش حنايا وعلاش وكون غير علمونا هذا الشيء اللي قلقني كون غير يعلمونا جاوا داروا لينا هذه الحاله كما كتشوف بدون سابق انذار وانا كنطالب بغيت خبير يجي عين هذا التراب هذا الا كان ديال هاد الشهور ولا ديال هاد العام ولا ديال بغيتو يخرج من 2015 وحنا هنايا انا تزوجت وسكنت هنا في الاول هنا كنت ساكنه وجاو تيقول لك يلاه تبنا هاد الشيء في 2019 حرام كذوب هاد الشيء قديم كنطالب خبير يجي عين هاد الحيط هذا والمنطقه معروفه بان فيها البناء علاش والا جاو الى جاو على ود الكيش خاص الدوار كله يريب حيت كلشي كيش باش نكونوا واضحين كلشي كيش كلها كيش راه كاينين ديور دواور هنايا كلهم كيش ويلا مبنيين وما تقاسوش وبناء العشوائي ديما مستمر هنايا دائما كنبني ديما كاين خروقات ديال التعمير هنايا نعم نعم ذاك النهار الا من هنا من 2016 الا كان حنا خرقنا القانون يجيو ذاك النهار يقولوا راكم خارقين القانون علاش كتبنيو راه بنينا قدام يعني خصهم يمنعوكم قبل ما يكون البني نعم حنا ضيعنا رزقنا ضاع رزقنا وجاو هدموا داروا لينا هذه الحاله في الاخر علاش ويعلمونا نهزوا هي حوايجنا يعني دروك حوايجكم تحت الردم والكتوبه ديال البنات تحت الردم كلشي تحت الردم راه الماكينه الصابون راه كلشي تحت الردم الدوزان ديال با الدوزان ديال با ها هو تحت الردم هو باش كياكل لقمه العيش هو باش تيخدم ها هو تحت الردم ان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء اللي كاين اسيدي مرحبا تفضل اخي صافي الاستاذ ديالنا وبالخصوص ديال هذا الشيء تاع وزاره التعمير خرجت واحد القرار تقريبا هادي شي شهرين ولا ثلاث شهور هادي ما عرفتش بالضبط ولكن خرجوا باش يعاونوا الناس اللي تيبنيو في المجال القروي نعم. الناس هادو انت غادي تكون على علم بهاد القضيه هادي نعم. ولكن هاد الناس هادو عاد جاو تيهدموا وتيهدموا يعني حنا مستهدفين باش نقول لك حنا مستهدفين يعني هذا هو السؤال المطروح حنا مستهدفين علاش حنا من غير الاخرين حنا واحد السيده يعني كاينين ديور مبنيه في 2017 2018 2019 شهور ثلاث شهور شهرين دابا تبناو الديور يعني تبناو حنا ما بغيناش الضرر للناس حنا حاشا واش نبغيو الضرر للناس هاد الناس هادو خوتنا ولكن حنا اضطرينا تنطالبوا بحقنا حنا ما تنطالبوش بشي واحد اخر يتضرر انا بغيتو يتطبق القانون تنطالبوا بحقنا حنايا وبتعويضات هادشي ديالنا حنا الضرر هادشي الله يطير عليا والديا الا كانت مورا 2019 انا يعني قلتها في اللايف ما شاء الله كلهم تيتفرجوا فيا وحنا راه عندنا الملك وي تنعرفوا ما تنعرفوا لا السلطه لا حتى شي حاجه في هذه البلاد هادي الملك تيعيا مسكين ما يهضر تيعيا ما يهضر والو هذه السلطه هادي ديما ما شاء الله الله يهدي المسؤولين هادي بالمغرب اللور اللور هادي بالمغرب اللور اللور يا سيدنا الله ينصر سيدنا وتنطالبوا من سيدنا ياخذ لنا الحق ديالنا من هذا الشيء هذا ما شاء الله السلام عليكم شكرا لك صديقي شكرا لك اذا كما تابعتوا معنا متتبعينا ربما انه الكلام كان كافي وشافي من خلال هذا المباشر من متضررين هنا بتعاونيه الكمال كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر يعني اللي تفاجئوا امس بانه السلطه تجي تهدم المنازل ديالهم اللي من 2019 ولا من 2017 هما بانيين يعني باقيين هنا الحويجات ديالهم باقي مسائلهم ديالهم هما بطبيعه الحال تحت هذا الردم هذا يعني حويجاتهم امورهم المنزليه والشخصيه الحويجات الى ذلك انتم تشوفوا كل شيء امامكم فاليوم يعني تتساءلوا هاد الناس هادو يعني كيفاش انه يخرج قرار الهدم في الحق ديالهم دون باقي يعني المناطق الاخرى هنا في التعاونيه الكمال او دول الكمال تشوفوا انه باقي الحويجات يعني ما تيقولوا بانه يعني ما كانش واحد الاشعار ما كانش واحد يعني الاخبار قبلي لهاد الناس هادو باش انهم يخرجوا هاد الحويجات وانهم يخليوا هاد المنازل الى حين انه تنفيذ القرار او انه الاطلاع على القرار بطبيعه الحال يعني تفاجئوا بقائد المنطقه تيجي مع السلطات وتيجي مع اعوان السلطه
بطبيعه الحال القوات المساعده باش انه ينفذ هذه عمليه الهدم. فالسؤال اللي ما مطروح هنا بخصوص تعاونيه كمال كما تشوفوا معنا يعني الحوايج انتم تشوفوا حوايجهم يعني تحوايجهم اللي تيلبسوا عفوا تحت الردم كلشي تحت الردم. فهاد لهاد الناس بداو تيطلبوا باللجنه تنعرفوا بانه جماعه السلطان بصفه عامه عايشه على واقع البناء العشوائي المستمر سواء تم تغيير رجال السلطه او مجيء رجال السلطه اخرين يعني السلطان بصفه عامه معروف ومشهود لها بانه البناء العشوائي في كل مكان وفي كل دوار وفي كل منطقه تابعه للنفوذ الترابي لجماعه السلطان يعني معروف بانه برنامجي ورئيس جماعه يعني معروف بانه يصول ويجول في هذا الشيء ديال البناء العشوائي يعني له ملفات. غادي نرجعوا لهذه الامور من بعد ان شاء الله لانه كاين ملفات شائكه بخصوص البناء العشوائي على مستوى جماعه السلطان. وللاسف الجمعيه تطلب بلجنه من وزاره الداخليه هذا هو المطلوب انه تطلب يعني الجمعيات هنا انه لجنه من وزاره الداخليه حاولت تفويت عقارات والموظفين مسؤولين الى ذلك يعني امور خطيره جدا في حين تنشوفوا انه يعني احنا في ارض فلاحيه يعني البناء مستمر بالطول وبالعرض يعني هنا البناء العشوائي لا يتوقف وهنا مسؤوليه والي جهه مراكش اسفي كان مقصر حلو انه قم بافاده لجنه لما لا وزير الداخليه يقوم بافاده لجنه باش انه يتم التدقيق ويعني الوقوف على هذه الامور لانه القرار جاء قرار عزل رجل السلطه يعني قائد احدى المناطق على مستوى السلطان الا بعد تنامي ويعني وظهور ظاهره البناء العشوائي على مستوى السلطان. فاليوم نتمنى انه تكون التدقيق والتمحص بخصوص الملفات ديال التعمير وشكون اللي هذا المسؤول على هذا الشيء اللي تنامي ظاهره البناء العشوائي بصفه عامه على مستوى السلطان. وخلينا نشكركم شكرا لكم الى متابعه اخرى ان شاء الله الى مباشر اخر على قناه شوف تيفي.